يخوض أبناء سوريا وبناتها ثورة ضد النظام الشمولي الإرهابي المجرم منذ شهر آذار الماضي، وما زالت الثورة مستمرة. وقد مرت جمعة، والله أكبر، وذهب فيها الشهداء في عموم المناطق السورية، رغم أن جامعة الدول العربية قد تمخضت فولدت اتفاقية أو ما سمي ورقة عمل، ولكن النظام وافق بغير شروط ثم لحس موافقته واستمرت آلة القتل، فانتشر الشبيحة في عموم سوريا، يؤازرهم عدد من المرتزقة والجيش وما يسمى بالأمن. وجاء يوم السبت، يوم عرفة، فاستمر القتل في سوريا. وبناء على ذلك كتبت قصيدة بعنوان عيد أضاحي الثورة السورية، وسجلتها في اسطنبول صبيحة العيد يوم الأحد في العاشر من ذي الحجة سنة 1432 للهجرة، الموافق للسادس من تشرين الثاني نوفمبر سنة 2011 للميلاد. وقلت فيها: قد أقبل العيد والثوار في شغلي، والشعب يحشر بين الضبع والورل، والجيش يهجم والشبيح منفعل، وشاعر العرب يحيي أروع الأمل، ويوقظ الناس من نوم ألم بهم جراء ما عاينوا من حادث جلل. وقال قائلهم: هبوا ولا تهنوا، ضاع المراهن بين الهزل والكسل، وحرروا الشام من أزلام مرتزق نذل، فدولتهم من أسوأ الدول، وحرروا الشام من أزلام مرتزق نذل، فدولتهم من أسوأ الدول، ورأسها فاسد وغد ومنحرف يدعى الكذوب لمين منه متصل، سليل قرد وطبال وراقصة نال الرئاسة بالتزوير والحيل. قرد تعملق من قرداحة فسدت وقدست ناشر الإفساد والفشل، فقال خناسها: الشيطان قدوتنا، وقال إبليسها: حي على هبلي، وقال مفسدها: الإفساد نحلتنا، وقال شبيحها: عيني على العسل. قرداحة القرد للقراد مزرعة تدار من أهبل يصغي إلى ثمل، وشيخها مارق وغد ومنحرف وعابث ينشر الفحشاء في الجبل، كأنه الجرذ في السرداب يرعبه، قط فيلتمس الإنقاذ من زحل، يدعو إلى الشر والأشرار تتبعه، ولا يرجح منقولا عن الرسل، يدعو إلى الشر والأشرار تتبعه، ولا يرجح منقولا عن الرسل، نبيه الوحش والمكزون مرشده، والسحر والساحر المبهور بالجدل، وطوطم الوغد شبيح ومرتزق، وأحمق مفسد يدعو إلى الخلل، لأن إبليس قد أغوى بنحلته من قد تمسك بالأهواء والنحل، فجند إبليس في القرداحة اجتمعوا ورجحوا بدعة الإخلال والخطل، فللتقمص أتباع وألسنة حمقى، وقائدهم: يا ناس من ثعل.
فللتقمص أتباع وألسنة حمقى، وقائدهم يا ناس من ثعل ضبع جبان خسيس فاشل نتن مستكبر خائض في الذل والزلل. رأيته يوم جد الجد مضطربا مثل الزرافة بين الخيل والإبل. فللزرافة أسلوب بمشيتها يعلو ويهبط بين البطء والعجل، والنذل بشار مفتون بوثبتها لأنه فاسد الأقوال والعمل. لذاك يقفز في ليلاء مظلمة معللا عالة الأوطان بالعلل، لأن بشار معتوه وسيده في قمة محترف الإغواء والدغل. لأن بشار معتوه وسيده في قمة محترف الإغواء والدغل. ويقسم الوغد إن الشام أضحية في العيد، والعيد مقصور على الوهل. خاب الخسيس لأن الشام ثائرة، وفي الشوارع آجام من الأسل. وثورة الشام بالأحرار عامرة، وظلها في بلاد الله كالظلل. وثورة الشام للثوار مفخرة، وليس يخفى مكان الثائر البطل. فحب ثوارنا في كل جارحة، والثائر الحر شهم سائر المثل. فحب ثوارنا في كل جارحة، والثائر الحر شهم سائر المثل. هذه القصيدة من البحر البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. اليوم هو يوم العيد، أطفال العالم يعيدون، وأطفالنا في سوريا يقتلون، وفي اليمن يذبحون، والمجرمان يجرمان. فشار الفسد وعلي طالح، فلعنة الله على الاثنين. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن ينقذ سوريا، أن ينقذ الشام واليمن من شر هؤلاء الفاسدين الذين أفسدوا كل شيء جميل. فساد القتل في بلاد الشام وفي اليمن، فابتعدت السعادة عن اليمن في ظل هذا الوحش المجرم، كما جاء الشؤم إلى الشام مع فشار الفسد لعنة الله عليه ولعنة الله على زميله الآخر. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تنتصر الثورة. وعيدكم مبارك، وإن شاء الله سنضحي بهؤلاء، سنضحي بهؤلاء، وستصبح الشام، ستصبح الشام شامة الدنيا، وستعود اليمن إلى السعادة، بل تعود السعادة إليها. ولله الحمد من قبل ومن بعد، والله ولينا وهو حسبنا وهو نعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل